مرحبا، أنا خالد الأحمد، واليوم بدنا نحكي عن استراتيجية الإعلام الاجتماعي. البداية. إيش من البداية يعني؟ بعض أمثلة الأهداف هذه. بورفل. ها؟ لا هي ولا الأبدية فيها بورفل. إيش بدي أحكيها بعض أمثلة هذه الأهداف؟ طيب. نحكي عن أمثلة. يا مش مشكلة. لطيف. سنباي أكشن. أو كشركة تجارية. يلا ما في مشكلة. أكشن. فهي. أوكي. بالضبط ففيها نفس الخطورة. لازم كسر. لا والله ضحكت. لا. كنت مبتسم الابتسامة الأردنية بس. أوكي. يلا. أنا شو الصوت. أكشن. ما في مشكلة. اسمع مش هنخلص هيك. طيب اوكي انا خايف عليك انا بضني طول الليل طيب فقره يلا اوكي اعطيني فقره اعطيني رساله ترحيب ايش اعطيك رساله ترحيب